هذا سائل يقول: ما رأيكم في الأناشيد الإسلامية التي لا يوجد فيها طرب أو غناء؟ قل ما رأيكم في الأناشيد، ولا تقول الإسلامية، ما فيها أناشيد إسلامية، أناشيد بس، هذه من الغناء، داخلة في الغناء، الأغاني داخلة في الأغاني، هي نوع من الأغاني إلا أنها بصوت جماعي، أغاني بصوت جماعي، والأغاني الأصل فيها التحريم، الغناء الأصل فيه التحريم. نعم.